السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتطرق لدرس من دروس مستوى الأولى بكالوريا، وهو درس المجال المغربي الموارد الطبيعية والبشرية. هذا الدرس يأتي في إطار وحدات المجزوء الأولى لهذا المستوى، بالضبط هو الدرس رقم 2 بعد درس التنمية. هذا الدرس تقسيمه على الشكل التالي: المحور الأول حول وضعية الموارد الطبيعية بالمجال المغربي وأساليب تدبيرها، ويمكن تقسيم هذا المحور كذلك إلى التالي: وضعية الموارد الطبيعية، وسنتطرق فيها للموارد المائية، الغطاء الغابوي، التربة، الموارد البحرية، وأخيرا المعادن والطاقات. أساليب تدبيرها أي تدبير هذه الموارد الطبيعية، ويمكن أن نصنفها إلى تدابير قانونية تشريعية، تدابير تنظيمية مؤسساتية، تدابير تقنية علمية، وأخيرا تدابير تحسيسية توعوية. أما المحور الثاني فهو وضعية الموارد البشرية بالمجال المغربي وأساليب تنميتها، ينقسم بدوره إلى وضعية الموارد البشرية، ونجد فيها النمو الديمغرافي، التوزع السكاني، وأخيرا مستوى التنمية البشرية بالمغرب. ثم أساليب تنمية هذه الموارد، حيث سنتحدث عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأخيرا بعض البرامج أو باقي برامج التنمية البشرية. إذن هذه الخطاطة تختصر لنا هذا الدرس وتبين محاوره العامة وبعض التفاصيل الخاصة بكل محور. بالنسبة للإطار المرجعي للامتحان الجهوي، فهو يطالب المتعلمين والمتعلمات بالتحديد السليم للمفاهيم والمصطلحات الجغرافية التالية، وهي: المجال المغربي أي الإطار المكاني الذي تتوطن فوقه الكيانات الجغرافية المغربية وله خصائص هندسية محددة كالطول والعرض والامتداد والارتفاع. الموارد الطبيعية هي كل المؤهلات الطبيعية التي يمكن الانتفاع بها، ومنها التربة والماء والنباتات والثروات البحرية ومصادر الطاقة والمعادن. الموارد البشرية هي مجموع الإمكانات والمؤهلات السكانية، ديمغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، والتي تتوفر في مجال جغرافي معين وتساهم في تنميته. أما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (NDH) فهي عملية أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، ويعني قد بدأت منذ 18 ماي 2005 بعد الخطاب الملكي. تمهيد والإشكال الخاص بهذا الدرس: أهم النقاط هنا التي يمكن أن نبدأ بها كتمهيد لهذا الدرس، فهي أن المغرب يتميز بأهمية موارده الطبيعية وتنوعها، يتميز بأهمية موارده البشرية، لكن تعاني هذه الموارد الطبيعية والبشرية من عدة مشاكل وإكراهات، بالتالي لا بد من إيجاد حلول لتدبير وتنمية هذه الموارد. بالتالي تمهيدنا سيكون على الشكل التالي: يتميز المجال المغربي بأهمية موارده الطبيعية والبشرية وتنوعها، إلا أن هذه الموارد تعاني من عدة مشاكل وإكراهات، ما يستلزم بذل عدة مجهودات لتدبيرها وتنميتها. التساؤلات حسب الإطار المرجعي للامتحان الجهوي: فما هي وضعية الموارد الطبيعية بالمجال المغربي؟ وما هي وضعية موارده البشرية؟ وما هي أساليب تدبير وتنمية هذه الموارد؟ نبدأ في المحور الأول، وهو بعنوان وضعية الموارد الطبيعية بالمجال المغربي وأساليب تدبيرها. سنتحدث فيه عن الوضعية ثم أساليب التدبير. نقترح عليكم أعزائي عزيزاتي المتعلمين والمتعلمات هذا الجدول الذي سوف نصنف من خلاله هذه الموارد، مع التطرق للنقط المتعلقة بوضعيتها وأساليب تدبيرها. كما تلاحظون، الخانة الأولى للمورد الطبيعي، ثم توزيعه الجغرافي، الإمكانات، عوامل التوزيع الجغرافي والإمكانات، وأخيرا الإكراهات وعواملها، ثم أساليب التدبير.
على الشكل التالي سنبدأ بالماء. إذا توزيع الجغرافي أن معظم الموارد المائية المغربية توجد في النصف الشمالي للبلاد، خاصة 73% من الأحواض المائية في المنطقة الأطلنطية. إذا التمركز هو في النصف الشمالي وخاصة المنطقة الشمالية الغربية الأطلنطية. أهم الأحواض كإمكانات نجد مثلا أم الربيع، سبو، ملوية، وهذه الأحواض تتوفر على كميات كبيرة من الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية. عوامل التوزيع مرتبطة أساسا بانتشار المناخ المطير كالمتوسط والجبلي في هذه المناطق. أما الإكراهات فهي متعددة: التلوث، الجفاف، التبذير، استعمال غير معقلا، ما يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد السنوي من الماء ومشكل الخصاص المائي، حيث المقصود بالخصاص المائي وعندما يدخل البلد لأقل من 1000 متر مكعب للفرد في السنة، وهو ما بات يهدد المغرب حاليا. أهم أساليب التدبير التي قامت بها الدولة المغربية: بناء السدود كإجراء تقني علمي، تنقيب على المياه الجوفية، معالجة المياه المستعملة وإعادة توظيفها، وكلها تدابير تقنية علمية. تدابير تنظيمية كتأسيس المجلس الأعلى للماء والمناخ، إصدار قانون الماء كتدبير قانوني، توعية المواطنين بأهمية الماء وضرورة ترشيد استعماله. أما المورد الثاني وهو التربة، فمن حيث توزيعها الجغرافي فتتمركز التربة الخصبة والصالحة للزراعة في الشمال الغربي، وتنتشر التربة قليلة الخصوبة وغير الصالحة للزراعة في باقي المناطق مثل التربة الرملية في الجنوب، أي أن 90% من التربة هي ضعيفة الخصوبة. الإمكانات: إذا انتشار التربة الخصبة الصالحة للزراعة التي هي تتميز بأنها غنية بالمواد العضوية والمعدنية بأزيد من 10% من التربة المغربية. أما التفسير الخاص بالموقع أو بالتوزيع الجغرافي والإمكانات، فهو الموقع الجغرافي، أهمية الشبكة المائية وملائمة الظروف المناخية في الشمال الغربي عكس باقي المناطق المغربية. لكن هذا المورد، مورد التربة، يعاني من بعض المشاكل: تصحر، تعريه، انجراف، تلوث، زيادة الملوحة، الاستغلال المفرط. أما بالنسبة للمورد الثالث وهو الغابة، فنجدها تتمركز في المجال الشمالي الغربي على نطاق مجالي ضيق. أهم إمكانياتها نجد البلور الفليني، البلور الأخضر، الأرقان والأرز كأصناف نباتية متنوعة بطبيعة الحال. أما العوامل المفسرة فتتمثل في الموقع الجغرافي مثل انتشار المرتفعات الجبلية والسهول، التربة الخصبة وملائمة الظروف المناخية، وأهمية الشبكة المائية، وكلها مسائل نجدها في الشمال الغربي بالأساس. أهم الإكراهات نجد التعرض لتهديدات متعددة كالجفاف والاجتثاث والرعي الجائر والحرائق، ما يساهم في تراجع المساحة الغابوية السنوية بحوالي 31,000 هكتار. إذا أهم الأساليب التي تقوم بها الدولة المغربية لتدبير هذا المورد الغابوي: تأسيس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إصدار قوانين حماية الغابة، الاهتمام بالبحث العلمي حول الغابة وإنشاء محمية طبيعية، تنظيم حملات التوعية والتحسيس بأهمية الغابة وبحمايتها، ومنع الرعي الجائر بالملك الغابوي. الثروات البحرية: المغرب يتوفر يعني على المحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط، الثروات البحرية فالمغرب نجد توفر الموارد البحرية في المحيط الأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط، هذا هو المكان المغرب يشرف على واجهتين بطبيعة الحال. أهم الإمكانات فتنوع الأصناف البحرية: سمك أزرق، سمك أبيض، رخويات، قشريات وغيرها. العوامل هي توفر المغرب على 3500 كيلومتر من السواحل، حيث يشرف على واجهتين بحريتين. أما الإكراهات فنجدها كذلك تتمثل في التلوث، إلحاق الضرر، استغلال المفرط، ضعف المراقبة، ما يساهم في استنزاف الثروات البحرية وتهديد بعضها بالانقراض مثل الأخطبوط. أهم أساليب التدبير نجد إصدار ظاهر تنظيم الصيد البحري بالمياه المغربية، تأسيس المعهد الوطني للدراسات البحرية عام 1997، وضع مخططات لتنظيم الصيد البحري 2001، مراجعة بعض اتفاقيات الصيد البحري خاصة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005، اعتماد فترة الراحة البيولوجية ونظام الحصص حسب الأنواع، ما يسمى بالكوطة، أي تحديد نسبة تحديد نسبة محددة للصيد، مراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة.
المورد الطبيعي الأخير المطلوب من المتعلمين في هذا الدرس فهو المعادن والطاقات، فنجدها تتمركز في النصف الشمالي بالأساس. أهم إمكاناتها تنوعها، فحم بعض الصخور النفطية، حديد، نحاس، رصاص، ولعل أهمها الفوسفات بمناطق خريبكا بوكرا، اليوسفية وبنغرير. عوامل مرتبطة بعوامل جيولوجية، طبيعة الحال البنية الجيولوجية للمغرب، عوامل مادية كالإمكانيات المالية واللوجستيكية هي التي تتحكم في هذه الوضعية، لكنها تعاني بطبيعة الحال من إكراهات مثل ندرة الاكتشافات، تقلص مداخيل الصادرات بفعل انهيار الأسعار، ارتفاع تكاليف الإنتاج. أساليب تدبيرها تتمثل في التنقيب والبحث عن مناجم جديدة داخل القارة والبحر كالمياه البحرية والوطنية، جلب استثمارات الأجنبية لخلق صناعات لتحويل المعادن داخل البلاد، الاهتمام بالطاقات المتجددة كالريحية والشمسية والكهرومائية خاصة في السدود الكبرى. إذا هذا بخصوص المحور الأول الخاص بالموارد الطبيعية. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، وضعية الموارد البشرية بالمجال المغربي وأساليب تنميتها، حيث سنتحدث عن وضعية هذه الموارد البشرية ثم أساليب التنمية. وضعية الموارد البشرية وأساليب تنميتها بالمجال المغربي، فالوضعية سنبدأها بالوضع الديموغرافي والسكاني بالمغرب. النمو الديموغرافي، نجد أن المغرب عرف الانفجار الديموغرافي بسبب ارتفاع نسبة الولادات وانخفاض الوفيات لتحسن المستوى الطبي والمعيشي في السنوات الأخيرة. كذلك المغرب عرف انفجارا حضاريا بسبب الهجرة الداخلية خاصة الهجرة القروية، إضافة إلى تراجع الفلاحة والحرف وتمركز فرص الشغل بالمدن الكبرى. أما من حيث التوزيع السكاني، فنجد تمركز سكان المغرب بالشمال الغربي خاصة في السهول والهضاب الأطلنطية، وذلك راجع إلى ملائمة الظروف الطبيعية وأهمية الأنشطة الاقتصادية وقدم التعمير عكس المناطق الصحراوية والجبلية. كذلك على مستوى البنية السكانية، نجد هيمنة الفئة العمرية النشيطة مقارنة بالشيوخ، ما يخلق مشكل توفير الشغل والتعليم والصحة والسكن والتغذية بالنسبة للدولة المغربية. مستوى التنمية البشرية في المغرب، على مستوى المعيشة والشغل نجد تعدد مظاهر تهميش الشباب، استفحال الهجرة السرية، انتشار الفقر مع تفاوته بطبيعتها بين جهات المملكة، نجد توسط الدخل الفردي، إضافة إلى استمرار ارتفاع ظاهرة البطالة خاصة في المدن وصفوف أصحاب الدبلومات، واشتغال معظم الساكنة النشيطة في القطاع الاقتصادي الأول حوالي 50% مع توزيع الباقي على القطاعات الأخرى. أما على مستوى السكن، فنجد انتشار السكن العشوائي والمتستر وأحياء الصفيح خاصة في المدن الكبرى، وهذا راجع إلى عدم التوازن بين العرض والطلب السكني. على مستوى التعليم، نجد استمرار ارتفاع الأمية رغم التراجع الملحوظ في السنوات الأخيرة وضعف التمدرس واستفحال ظاهرة الهدر المدرسي. أما الصحة، فنجد ضعف الخدمات على العموم مع استمرار انخفاض عدد الأطباء وقلة المؤسسات الصحية، لكن ارتفاع مدى الحياة أزيد من 75 سنة بسبب تحسن نسبي للمعيشة والطب خلال العقود الأخيرة. كل هذه المؤشرات جعلت المغرب بمؤشر تنمية بشرية متوسط 0.6 مع تفاوته بطبيعة الحال بين جهات المغرب. أما أساليب تدبير الموارد البشرية، فأولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مفهومها أنها مبادرة ملكية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، طلقت بعد الخطاب الملكي بتاريخ 18 ماي 2005. أهدافها تأهيل الموارد البشرية وتقوية التنافسية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار والمبادرة الخاصة والتصدير. أسس مقاربتها التشاركية، التخطيط على المدى الطويل والتجديد والتمويل. أما محاورها، فنجد التصدي للعجز الاجتماعي الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة، الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة أو لذوي الحاجات الخاصة، وتشجيع الأنشطة المنتجة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل. ثم نجد برامج أخرى لتنمية الموارد البشرية،
مشروع نموذجي مثلا لمحاربة الفقر في الوسط الحضري، هذا يستهدف مكافحة الفقر في الوسط الحضري على أساس الشراكة بين الفاعلين المحليين في الدار البيضاء مراكش طنجة. استراتيجية 2020 للتنمية القروية، والتي تضمن دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة. برنامج التنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر يستهدف رفع مستوى عيش السكان في أقاليم الحوز وشيشاوة والصويرة وشفشاون. مشروع الأولويات الاجتماعية يستهدف دعم التمدرس ومحاربة الأمية وتحسين الخدمات الطبية في التنمية الاجتماعية، مثلا التنمية الاجتماعية ب 575 جماعة قروية. إذا كخاتمة لهذا الدرس، نستخلص أنه رغم المجهودات المغربية المبذولة لتدبير موارد المغرب الطبيعية وتنمية موارده البشرية، إلا أن هذه الموارد لا زالت تعاني من عدة إكراهات وتحديات. ونطرح تساؤلا عن الدرس القادم، فما دور سياسة إعداد التراب الوطني في تحقيق التنمية الفعالة والناجعة لهذه الموارد؟ إذا لم يبقى لي سوى أن أشكركم، وإلى حصة مقبلة بإذن الله.